جاء انطلاق مشروع الإسعاف الوطني ليؤكد أن البحرين ماضية قدما في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يعمل المشروع والذي تديره وزارة الداخلية وفق أعلى مستويات الجاهزية والانضباط والتنسيق بين إدارة الإسعاف الوطني ومراكز الإسعاف وأقسام الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري. جاء انطلاق مشروع الإسعاف الوطني ليشكل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، خاصة وأن المشروع تديره وزارة الداخلية. وفي هذا الإطار تم الوقوف على مستويات الجاهزية والاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الارتقاء بجودة خدمة الإسعاف، حيث يعمل المشروع وفق أعلى معايير الانضباط والكفاءة في الأداء على تحقيق الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية. مشروع الإسعاف الوطني هو طبعا إنقاذ الأرواح أولا وأخيرا، وتقديم أعلى درجة من الكفاءة الطبية في مجال الإسعافات. إضافة إلى ذلك طبعا تطوير الخدمة ليس فقط من بالتوزيع الجغرافي، وإنما كان عن طريق استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في غرفة العمليات التي تدار من قبل كفاءات وطنية وتدار من قبل أشخاص مؤهلين لذلك، وعن طريق رقم الطوارئ الموحد 999 اللي يتم الاتصال فيه لأي حادث ولا أي طارئ، يتم تحويل المكالمة إلى غرفة العمليات بالمركز، وبالتالي على العنوان يتم إرسال سيارة الإسعاف الأقرب للحالة. يتضمن المشروع ربط غرفة العمليات بأحدث أنظمة الاتصالات والتحكم، وكذلك النظام الجغرافي الأمني، والذي يساعد بدوره في تطوير سرعة الاستجابة، ويتم تطبيق كافة معايير الطب الطوارئ على الحالة منذ الإبلاغ عنها على الخط الساخن 999 وحتى وصولها للمستشفى للعلاج. فور تلقي البلاغ عن طريق مركز العمليات يتم توجيه أقرب إسعاف إلى الحالة. خلال هذه الفترة يتم متابعة الحالة عن طريق الطبيب المناوب المتواجد في مركز العمليات إلى حين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحالة. بعد ذلك يتم نقل الحالة إلى أقرب مشفى لمتابعة حالتها الطبية. إحنا كمسعفين في الإسعاف الوطني مدربين ومؤهلين لتقديم أفضل رعاية للحالات الطبية الطارئة. فورا تلقينا البلاغ نتوجه بسيارة الإسعاف للحالة، يتم تشخيصها وعلاجها ونقلها لأقرب مستشفى. أول مرة نسمع فيه، لأن سمعنا في فرنسا وفي أبو ظبي، والحمد لله البحرين سباقة دائما في المبادرات هذه، وأشكر وزارة الداخلية على تبنيها هذا المشروع اللي بيفيد المواطنين كثيرا صراحة. وأنا من الناس اللي صراحة شفت إنجازاتهم وسرعة استجابتهم، وأمانة الله يحفظ ديرتنا إن شاء الله ويبارك فيها. يبقى المواطن هدف التنمية وصانعها، ويستحق أجود الخدمات المقدمة في كافة المجالات، وهو نهج أصيل تعمل عليه مملكة البحرين.